السلام عليكم الخاوة، ان شاء الله راكم كاع بخير. يعطيكم الصحة اللي راكم تبعوا دي زيد بول. راح نتكلم مع المقابلة على الجزائر امام الكاميرون، الكارثة اللي درناها، خيبة امل كبيرة، حزن كبير، ما نحكي لكمش. يعني المورال طاح بالبزاف نقولوا صح، كي خسرنا هذاك الماتش كنت يعني في اسوأ حالاتي نقولوا صح، مي كنت مريض تاني في هذيك لا بيريود هذيك، تما جاني المرض بلس الاقصاء، ما كنتش قاع مليح. المهم راني وليت باش ندير لكم تحليل تكتيكي على المقابله، ما راحش نهضر بزاف على الحاكم هكذا، على بالنا باللي هلكنا الحاكم كان خبيث وكذا، مي ما راحش نهضر على الحاكم ولا على شرف الدين عماره ولا العفايس هادو، انا راح نهضر على كره قدم هكذا، نهضر على الماتش، على التكتيك اللي درناها، سيستم دو جو وكذا. بالماضي قال باللي تشاكير اللاعبين عندهم لي روبير تاعهم في تشاكير، بصح لعب سيستم جديد 3-4-3، وراح نهضر لكم على هذا السيستم هذا اللي لعبناه اول مره في مباراه السد. راح نهضر لكم على السيستم دو جو قبل ما ندخلوا في المقابله. هذا الفيديو راح نركز على السيستم، على نظام اللعب 3-4-3 وطريقه اللعب هذه والاستراتيجيه هذه، كاع الامور اللي تعني هذا السيستم دو جو هذايا، باش تفهموا مليح. لازم نفهموا مليح هذا السيستم هذا قبل ما ندخلوا في المباراه هكذا. اسمحوا لي على كل حال كي طولت عليكم، ان شاء الله تعجبكم الفيديو، تبعوا معايا. الناس اللي راهم يقولوا بلي بالماضي دخل بخطه دفاعيه في تشاكير راكم غالطين، ما دخلش بخطه دفاعيه. كي دخل بهذا السيستم 3-4-3 تسمى دخل بخطه هجوميه. نظام اللعب 3-4-3 يعني راك دخلت بنيه هجوميه، راك حاب تهاجم، سيستم اولترا اوفنسيف، خطه هجوميه فائقه. على بها قلت لكم بلي راكم غالطين، بالماضي دخل باش يهاجم، لازم ما تغلطوش هنايا، بالماضي دخل باش يهاجم وهادي عنده الحق يهاجم، بصح دخل بسيستم جديد، هذيك هي بالك الغلطة اللي دارها، سيستم جامي ما لعبنا به. جابوما لعبنا ب 5-4-1 بخطة دفاعية، كانت باينة والشعب كاع شافها، بصح في تشاكير كانت عندنا نزعة هجومية أكثر. وعلاش ما مشاتلناش مليح؟ وعلاش خسرنا المقابلة؟ على بالنا باللي كاين الحاكم وكذا، قلت لكم باللي أنا الحاكم ما راحش نركز غير على الحاكم، كاين قنوات كثيرة راهم يهضروا على الحاكم، يا خويا راحوا تبعوا هذوك القنوات، أنا نهضر على كرة القدم، راح نركز على كرة القدم، ونبداو بالسيستم دو جو بنظام اللعب تاع 3-4-3. 3-4-3 عندكم 3 مدافعين في المحور، زوج أظهرة يطلعوا ويهبطوا، مي عندهم نزعة هجومية أكثر. عكس مباراة تاع جابوما وين كنا لتحت شوية، كنا نلعبوا في الدفاع. عندكم زوج لاعبين في الوسط اللي هما يصنعوا اللعب، هما اللي يديروا التحركات، وعندكم ثلاث مهاجمين. طريقة لعب في 3-4-3 تعتمد على المثلثات لي تريونغل، عندك انتشار تاع اللاعبين اون تريونغل، يديروا دي كومبينيزون تما تبادل كروي بين الظهير المهاجم ووسط الميدان باش يلقاو من بعد العمق. نفهمكم مليح واش حبيت نقول، يلعبوا بزاف اون روميز على لي زاتاكونت، ما يروميزيو، يعتمدوا على المهاجم يرتكزوا عليه باش من بعد هو يرد لوسط الميدان، ومن بعد وسط الميدان هو اللي يحرك اللعب، هو اللي يصنع الفرص، هو اللي يصنع اللعب. وكيفاش يصنع اللعب؟ يلقى العمق، والعمق وين يلقاه؟ الاظهره ينطلقوا على الاروقه، المهاجمين يفتحوا لهم المساحات، وهكذا يعني نلقاو الراحه تاعنا، نعتمدوا على الاروقه. 3-4-3 خطه هجوميه بمعنى الكلمه، اللي راح تعتمد بزاف على الأظهرة. أهمية الأظهرة، راني نهضر لكم بزاف على الأظهرة. أهمية الأظهرة هي التحركات، لازم ما يكون عندك أظهرة واجدين بدنيا وموالفين يلعبوا على هذاك الرواق، وموالفين تاني ببذل مجهود كبير هكذا، لازم تكون عندهم منافسة كبيرة، لازم يكونوا واجدين بدنيا. ما كاش علاش؟ خاطرش لازم يهاجموا ويدافعوا في نفس الوقت، في كل مباراة 90 دقيقة يهبطوا ويطلعوا. في كل يعني الكتب اللي تقدروا تلقاوهم على التاكتيك ولا على لي سيستيم، يقول لك دائما لازم يكونوا عندك 4 اظهره في الفريق تاعك، 4 لاتيرو في التشكيله تاعك ولا في القائمه تاعك. خاطرش علاه؟ خاطرش راح يموتوا لك الطاقه تاعهم، خلاص يحبسوا في سيستيم كيما هذا، خاطرش يضلوا طالعين هابطين. لازم يكونوا عندك البديل، لازم يكون عندك البديل في الاظهره، خاطرش ما يقدروش يشدوا لك كاع الماتش، يفقدوا التركيز تاعهم في الصعود ومن بعد العوده الى الدفاع. دونك على بها قلت لكم اهميه هاد لي دو لاتيرو هادوما في سيستم 3-4-3 كي تدخل باش تهاجم. لما الاظهره يعودوا الى الدفاع، السيستم ما يوليش 3-4-3، يولي 5-4-1 في وضعيه دفاعيه، هادي رانا متفاهمين فيها. 3-4-3 يعاود يولي 5-4-1 لما الاظهره يوليو
للدفاع، والمهاجمين تاع الاروقه يجوا يهبطوا باش يغلقوا المساحه ثاني ويتحول الى 5-4-1. دور الاظهره يبقى يعني اهم شيء في هذا النظام اللعب هذا، التمركز تاعهم خاصه تمركز الاظهره لما يكونوا بزاف متاخرين، تما يهبطوا بزاف للدفاع، لما يتمركزوا بزاف لتحت هذيك هي المشكله، خاطرش بعد الخصم يلقى المساحات ويولي هاجم فينا بكل سهوله، ومن بعد ما يخليناش المساحات باش نخرجوا بالكره باريحيه. التمركز تاعهم لما يكون بزاف طالع، تما لما يصعدوا بزاف، هذاك ثاني مشكل كبير، ما لازمش يتمركزوا دائما الفوق، خاطرش من بعد يكون عقم هجومي، الهجوم يولي عقيم، خاطرش علاه يتزاحموا في الهجوم، الانتشار اللاعبين ما يكونش مليح باش يكون تبادل كروي فعال، هذيك هي المشكله ثاني. تما لازم يلقاو ليكيليبر تاعهم واهميه الخدمه تاع هذا السيستم هذا في التدريبات، لازم يكونوا عندك عده حصص تدريبيه باش تلقى توازن بين الخطوط، لازم تخدم عليها كثير باش تقدر تطبق خطه كيما هذه. نقطه ضعف 3-4-3، يعني اهم نقاط الضعف تاع هذا السيستم هذا، نقطه الضعف الكبيره فيهم هي المساحات اللي تخليها وراء الاظهره، هذيك هي المشكله الكبيره، والخصم يلعب عليها، راح يلعب على هذوك المساحات بالكره الطويله بلعب مباشر نحو المهاجمين، وتماك اللي يقدروا يشكلوا علينا خطوره. المدافع المحوري يقدر يروح يدافع، لاعب وسط الميدان يقدر ثاني يروح يدير التغطيه، لاحسن ما فعلنا اذا الظهير هو اللي يقدر يدافع، اللي يقدر يرجع باش يدافع، باش هكذا ما نفقدوش التوازن تاعنا، يعني كل جهه فيها هذيك الخطوره، ولما الظهير يطلع يخلي فراغات. مشكل اخر لما تلعب ب 3-4-3 امام فريق يلعب مهاجم واحد، المشكل لا يطرح، عندك ثلاث مدافعين في المحور، والمدافع المحوري هو اللي راح يراقب هذاك المهاجم الوحيد، يعني مراقبه رجل لرجل، يتبعوا كاع الماتش، يعني ما كاش مشكل. المشكله تطرح لما تلعب امام فريق يلعب زوج مهاجمين، زوج مهاجمين هذوك يبداو يلقاو المساحات لي زانترفال، المدافعين ما يتواصلوش مليح وما يتفاهموش شكون يقبض شكون، وكي يكونوا زوج مهاجمين يقدروا يستغلوا المساحات، يلقاو اروقه بين المدافعين تاع الخصم، وسوء التفاهم بين المدافعين هو اللي يخلي المهاجم الخصم يقدر يلقى هذيك الفرصه اللي تقدر تمكنه يسجل هدف في مباراه مهمه كيما مباراه السد. فوالا، درت لكم الحوصله تاع السيستيم دو جو تاع 3-4-3، وراح نعطي لكم بعض الامثله تاع النوادي الاوروبيه اللي طبقوا هذا السيستيم. نبداو بتوماس توغيل مدرب تشيلسي اللي يعتمد كثير على هذا السيستيم دو جو، كيما راكم تشوفوا في هذه اللقطات هذوما هنايا، الخروج بالكره، راح نسيستي على الخروج بالكره، كيفاش تبني الهجمه في 3-4-3. عندكم مدافع محوري اللي يعرف يخرج بالكره، وكي تشوفوا كاع لي سبيسياليست كاع المختصين يقول لك كي تلعب 3-4-3 لازم كاع المدافعين تاعك يعرفوا يخرجوا شويه بالكره، ويكونوا كي يلعبوا على الجهه اليمنى يلعبوا بالرجل اليمنى، وكي يلعبوا على الجهه اليسرى، يعني احسن ما فعلنا لو كان لعبوا جوار اللي يعرف يلعب بالرجل اليسرى ثاني، الخروج بالكره في 3-4-3. هنايا تشيلسي كانوا يخرجوا بالمدافع المحوري، وتشوفوا بلي الميليو تيران هو اللي يجي يطلب الكره، ما يخرجوش بالكرات الطويله، توماس توخيل معروف بهذا الخروج بالكره، بالكرات القصيره، ويبني اللعب من تحت. هنا جورجينيو هبط باش يستلم الكره، ومن بعد قدر يدور بها بين لاعبين الخصم اللي كانوا يضغطوا ضغط عالي ما كانش، وخرج بالكره بكل سهوله، لقى المساحه في ظهره ومن بعد انطلق بها. هنا كيف كيف مدافع المحوري كانت عنده الكره، كان قادر يضرب بالفوق، المهاجمين تاع تشيلسي راهم كاع الفوق، مي استنى لي ميليو تيران. شوف هنايا مره اخرى جورجينيو طلب الكره، ومن بعد لعبها مع كوفاسيتش اللي كانت عنده مساحه اللي قدر من بعد ينطلق بها ويتحول الى الهجوم. راكم تشوفوا تبادل الكروي بكرات قصيره بذكاء. هنا الخروج بالكره مختلف نوعا ما، هنا المدافع المحوري طلع وحده، طلع بالكره مباشره، غير بدا ينطلق في منتصف الميدان بانوا له لي جوار، المهاجمين بداو يهبطوا، فيرنر هنايا طلب الكره باش يقدر يعطي له حلول للتمريره، والظهير ثاني تهبط شويه باش يستلم الكره. راكم فهمتوا بناء اللعب تاع توغيل. نقدر نعطي لكم عدة أمثلة تاع تشيلسي يخرجوا بالكرة بألف طرق، لكن جامي بكرات طويلة، غير إذا يعني كانت مساحة في العمق ولا، مي سينون دايما يخرجوا بالكرات القصيرة. دوك نهضروا على دورتموند، كان لوسيان فابر المدرب تاعهم في المواسم اللي فاتت، وكان يلعب 3-4-3، مات هوملز هو المدافع المحوري، ومن بعد عنده زوج مدافعين معاه، أربعة في وسط الميدان بزوج أظهرة يطلعوا بزاف، غيريرو البرتغالي وحكيمي المغربي، كي كان حكيمي يلعب تما.
وعندهم هالاند في الهجوم مع ماركو رايس، مرات سانشو يلعب ومرات هازارد. المهم راح نعطي لكم عده امثله في الخروج بالكره تاع دورتموند كي يلعبوا ب 3 4 3. هنايا المدافع المحوري تاع الجهه اليسرى هو اللي ينطلق بالكره، ينطلق بها، هو اللي كان يقلص المسافه بينه وبين الهجوم ويخرج بها نورمال. هنا كيف كيف مثال اخر تاع المدافع المحوري تاع دورتموند تاع الجهه اليسرى اللي يخرج بها، انطلق قريب بالحق حتى 30 متر تاع الخصم وعطاها من بعد لعبها مع الظهير الايسر غيريرو. هاك شو كيفاش تسمى المدافع المحوري عنده دور كبير في الخروج بالكره، ما يضربوش برك الفوق. هنا واش حبيت نوري لكم، الكره راهي عند المدافع المحوري ماتس هوملز، راه يشوف الفوق اين الحلول كيفاش يقدر يعطي الكره. واش حبيت نوري لكم في هذه اللقطه هذه كيفاش دورتموند تفتح الاروقه، كيفاش نقدروا نلعبوا على الاظهره. هنا يدخل دور تاع المهاجمين، المهاجمين يدخلوا في قلب اللعب، يوليو يدخلوا ما يقعدوش على الاروقه، يوليو يدخلوا في الوسط باش يفتحوا الرواق ويتجبدوا على عندهم المدافعين. على بها 3 4 3 تلعب على الاروقه ولا على الاظهره، خاطرش المهاجمين عندهم دور كبير في التحركات تاعهم، لازم دائما يدخلوا لداخل، يدخلوا في قلب اللعب باش يخليو الرواق مفتوح. هنا شوفوا يعني الانتشار تاع الثلث مهاجمين، هنا يدخل سانشو كصانع العاب، شغل دخل في قلب اللعب هنايا وجلب لعندو زوج لاعبين تاع الوسط يعطي حلول للرواق. مي هنايا تشوفوا باللي الظاهر كانت المساحه تاعو مفتوحه، علاش؟ خاطرش المهاجمين كما راكم تشوفوا راهم متقاربين كثير وراهم في قلب اللعب. هنايا كانت طريقه اخرى بالخروج بالكره، هنايا المدافع المحوري خرج بالكره، واش لاحظوا هالاند هو اللي ديكروشا حب يستلم الكره في وضعيه متاخره، تما هبط باش يجي يعاون الرفقاء تاعو في الخروج بالكره. المدافع المحوري عطاها اللاعب وسط الميدان اللي جلب معاه لاعبين تاع الوسط تاع الخصم، بتبادل الكروي بسيط جدا، سحب زوج لاعبين وفتح مساحه في الوسط وقدر يمرر الكره لهالاند. هالاند ارتكز على الوسط الميدان وقدروا ينطلقوا من بعد، فتحوا مساحه كبيره في الوسط. وهنايا اللاعب وسط الميدان تاع دورتموند كان عنده كل وقت والمساحه الكافيه باش يلقى غيريرو من الجهه اليسرى. شوفوا هنايا يعني تغيير الناحيه وقدروا يعني يخرجوا بالكره بكرات قصيره. غيريرو هنا من بعد كي استلم الكره كانت عنده المساحه وقدر يلقى من بعد ثلاث مهاجمين هنا، يشوف كش راهم متمركزين، حلول كثيره للتسجيل هنايا في هذه اللقطه هذه. وزيد حكيمي كانت عنده يعني مساحه شهيره اللي طلب الكره ولا الانطلاق. راكم تشوفوا كيفاش تما يسحبوا اللاعبين تاع الخصم، يسحبوا كاع الفريق الخصم من جهه الى اخرى باش من بعد يفتحوا المساحات. هنا نفس الشيء، الظاهر الايسر غيريرو اللي يلعب بالرجل اليسرى قدر يلقى الوسط الميدان بتمريره بسيطه، ما يعاود يولي على الرجل اليمنى تاعو باش يلقاه، تسمى ما يضيعش الوقت. لو كان يلعب بالرجل اليمنى هنايا كان يضيع الوقت، يعاود يولي على الرجل اليمنى تاعو يخلي فريق الخصم يتمركز ومن بعد يعطي الكره لوسط الميدان. هنا لا مباشره عطاها بالرجل اليسرى للوسط، الوسط ما تقدر يلقى حكيمي من الجهه الاخرى. راكم تشوفوا كيفاش تغيير الناحيه بسرعه ويعني طلب الكره، سورتو غيريرو غير مد الكره تاعو انطلق زاد فتح المساحه خدا الكولوار تاعو. راك تشوف كيفاش اللعب بسرعه وتغيير الناحيه. وراح نهضروا على تغيير الناحيه مع اوناي امري اللي كان يدرب ارسنال وكان يعتمد على هذه طريقه اللعب هذه تاع 3 4 3. وراكم تشوفوا هنايا المدافع الايسر كانت عنده الكره كان في الجهه اليسرى قدر يبدل الناحيه مباشره للظهير الايمن. شوف هنايا كانت عنده مساحه شهيره هنايا امام توتنهام وقدر ينطلق، وكانت عنده يعني فرصه باش يمد الكره للمهاجم. وشوفوا المهاجمين الانتشار تاعهم راهمش على الرواق، دخلوا في قلب اللعب كيما دورتموند، كيما شفناها مع دورتموند. يعني طريقه لعب تاع 3 4 3 باينه كيفاش يلعبوها، تحركات في وسط الميدان، جلب اللاعبين، سحب اللاعبين، فتح المساحات، الاعتماد على الاروقه، المهاجمين يدخلوا في قلب اللعب لفتح المجال للاظهره. يعني بسيط جدا. انا درت لكم هذا الفيديو تاع 3 4 3، اسكو حنا لعبنا كيما يلعبوا 3 4 3 في اوروبا؟ اسكو كان عندنا الوقت الكافي باش نطبقوا هذه الخطه هذه بالعمري في الخروج بالكره؟ هاكم تشوفوا كيفاش لعبنا 124 كره طويله ولعبنا 124 دقيقة، تسمى لعبنا كرة طويلة كل دقيقة، كنا نخرجوا بالكرة غير بالصواريخ، صواريخ الكرات الطويلة، يعني ما طبقناش خطة تاع 3 4 3، لعبنا 3 4 3 لكن على الورق، في الميدان كان أسلوب مختلف وأسلوب آخر. للأسف لعبنا بظاهر أيسر اللي يلعب بالرجل اليمنى، تسمى كنا نضيعوا بزاف الوقت وما كناش نعتمدوا بزاف على هذاك الرواق الأيسر في الهجوم.
حتى كيدخل طوبه في الوقت الاضافي، مي راح نهضر على كاع التفاصيل ان شاء الله. وسط الميدان ما كانش يخدم، كان وسط ميدان غير بالنصر اللي كان يكافح وحده. راح ندخل في التفاصيل ان شاء الله. على بالي بلي كاين بزاف اللي راح ينتقدوني في هذا الفيديو، بصح اللي يعرفوا القناه تاعي على بالكم بلي نهضر كره قدم، ما كاش لغه خشب، انا نهضر لكم واش كاين في الميدان. المهم يعطيكم الصحه اللي تبعتوا الفيديو، نقول لكم بقوا على خير، صحيتو.